نذهب مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا. Так вот, все заявления, которые были сделаны генсеком НАТО, были перечеркнуты министром. ألينا بوربك, وفي حديثها يوم 25 من شهر يناير في مجلس أوروبا وصفت الأشياء بمسمياتها الحقيقية وقالت بصراحة نحن في حرب ضد روسيا. كما اعترف الرئيس جو بايدن بانخراط واشنطن المباشر في إدارة الجيش الأوكراني الذي أعلن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية مع اقتراب الربيع. وطبعا هذه التصريحات صدرت عن مستشاريه, وهو قال أن مع اقتراب الربيع سوف يجري الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية. ونحن نفهم ما الذي يحدث حاليا. لا يتخذ زيلينسكي بمثل هذه القرارات. طبعا الرئيس الأمريكي أعلن ذلك. من الواضح أن شحنة أسلحة جديدة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار وتشمل المركبات والمدرعات والمدفعية والذخيرة. أدى اللقاء في رامشتاين إلى تشكيل تحالف الدبابات. حلمت به أوكرانيا منذ فترة طويلة وطلب بإجرائها أكثر الصقور الغربيين حماسة. وضعت فإنهم تشاركون في المؤامرة لتقسيم كل هذه الأصول والأموال من أجل القيم الديمقراطية. أما الآن فنحن نعرف الحقيقة والصدق. هذا لا يدل على فساد, فإنما يدل على تقسيم الأموال الجبارة. إذا كان الرئيس الأمريكي يعرف أفعال النظام كييف في الربيع بعد عدة أشهر, ألا يعرف أن البيت إلى أين تسير الأموال في البيت الأبيض؟ طبعا عرف كل هذه الأمور. هذه الخطة العالمية لغسل الأموال وتوزيعها ما بين المشاركين في كل هذه السلسلة الدموية. وبود التذكير, وضعت لندن البداية التي وعدت بالفعل بتزويد كييف ب14 دبابة من طراز شيرجن 2. وفي 25 من يناير حذت الولايات المتحدة وألمانيا حذوها عبر الإعلان عن قرار إرسال العديد من كتائب الدبابات مع الأمريكيين أبرامس وليبارد الألمانية. في الوقت نفسه سمحت برلين لشركاء الناتو بإعادة تصدير دبابات ليبارد إلى أوكرانيا. هل يمكننا أن نقول أن الطرف الأوروبي أو الأمريكي ليس طرف في هذا الصراع؟ يرجى من جديد بلورته وصياغة الرؤية المشتركة للناتو بشأن هذه الظرفية, بشأن هذه الأمور. يرجى منكم الوقف في مثل هذه التصرفات وتأليف المصطلحات الجديدة. في 26 من يناير صرح فلاديمير زيلينسكي بشكل قاطع في تعليقه على عمليات التسليم القادمة للدبابات أن كييف سوف تطلب الآن من الحلفاء نقل مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى. بهذه الطريقة يتصرف ليس أطراف الصراع التي لا تشارك في مثل هذه العمليات القتالية. بود التأكيد على أن المدرعات المقدمة إلى أوكرانيا مخصصة لعمليات قتالية هجومية. لا تخفي إدارة رئيس الولايات المتحدة حقيقة أن الإمدادات الجديدة مصممة للمساهمة في تحرير الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم. شبه جزيرة ليست أراضي أوكرانية بل هي روسية. ويؤكد مستشار رئيس المكتب الرئاسي ميخائيل بادالاك على أصداء الأسياد الأمريكان
والذي يعمل حاليا لم يستقل بحجة أن ظهور 300 أو 400 دبابة غربية على الجبهة سيسمح بالانتقال إلى المرحلة النهائية من الحرب من أجل نزع احتلال البلاد. ألا تتكلمون بجدية؟ أنا عارف أن أولئك الذين في حاشية زيلينسكي يتكلمون لا يمكن فهمهم بصراحة. من الاستحالة ما كان استيعاب ما يتحدث حاشية زيلينسكي. طبعا هناك الناس الذين لا يفهمون الاستراتيجيات والتكتيكات في جبهة القتال. وفي وقت سابق أعلن نيته استخدام أسلحة الناتو لشن هجمات على موسكو وسان بطرسبورغ ويكتيرنبورغ ومدن روسية أخرى. كل هذا دليل آخر على نية الغرب رفع الرهان في الصراع، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة أمده. أنا أستمع أو أسمع كثيرا من المصطلحات والتصريحات، كل شيء جليل، وزيادة الخسائر في الأرواح، وكشف عنهم القناع، ولم يكن هناك حديث عن أي دفاع عن أوكرانيا لفترة طويلة. كيف والمشرفون عليها في الناتو مستعدون لفعل أي شيء لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا؟ نود أن نذكركم من جديد بأن أي سلاح غربي ينتهي به المطاف في أوكرانيا يصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية. لن تغير الدبابات الوضع لصالح كيف، لكنها ترفع الدول الغربية إلى مستوى جديد من المواجهة مع روسيا. أصبحت المساعدات المالية والعسكرية والإنسانية الغربية لأوكرانيا مصدرا للفساد النامي في البلاد. إذا ما تحدثنا عن الفساد فيجب أن تكون القوانين والهيئات المخصصة والهياكل، ولكنها تعمل في خاتمة المطاف. على الأقل فعل. هل هناك أي شيء في أوكرانيا؟ هل هناك قوانين في أوكرانيا؟ يتم تحريف القوانين وإعادة كتابة هذه القوانين. هل تعمل جهاز الأمن؟ نعم، هي تعمل فقط لصالح تنكيل وملاحقة المواطنين ودجهم في القتال. هم يعملون في هذا المسار ويعملون على النهب وعمل الشهب. هل هناك مؤسسات أخرى تعمل في أوكرانيا وتنجح في كل هذه الأمور لمحاربة الفساد؟ كلا بالطبع، لا تعمل مثل هذه المؤسسات حاليا في أوكرانيا، وبالطبع بإشراف زيلينسكي هذه المؤسسات تعمل في اتجاه آخر. ربما يعتقد زيلينسكي أن يمكن تدمير الفساد في آن واحد مع أوكرانيا. طبعا هذا لا يدل على فساد بمعنى نحن نعرف هذا المعنى فعلا، فهذا هو يدل على تشكيل لغسل الأموال من الحسابات إلى الحسابات الأخرى الأوكرانية. وطبعا هناك أدلة دامغة. هم يتكلمون عن الفساد ويستعملون هذه الكلمة، فيجب علينا أن نفسر الأمور أنه في أوكرانيا عمل شغب. هذه المساعدات الغربية تعتبر أداة دموية لهذا النظام في كييف. من حيث حجم هذا الفساد، أصبحت كييف بالفعل رائدة على مستوى العالم، فلا يمكن إدراك وتحليل حجم هذا الفساد في أوكرانيا حاليا. هذا عشرات مليارات دولارات واليورو وغيرها من العملات
непосредственно денежной помощи, которая непонятна. والمساعدات المالية إلى أين تصل هذه المساعدات في خاتمة المطاف؟ وطبعا يشارك جزء كبير من الناس الذين ينهبون ويسرقون هذه الأموال، يكتبون شيئا ويفعلون شيئا آخر. ولذلك الولايات المتحدة إبان أو في هذه العملية تتساءل بشأن المحاسبة وتنظيم كل هذه الأمور في مسألة الأموال، لأنهم ينتظرون الانتخابات وسوف يسأل الناس أين هذه الأموال. يبدو أن هذا الاتجاه يثير قلق واشنطن، التي أرسلت مدير وكالة المخابرات العامة ويليام بيرنز إلى كييف الأسبوع الماضي، وكانت نتيجة رحلته سلسلة من الاستقالات رفيعة المستوى سواء في المركز أو في المراكز أو ربما حتى في الوظائف الأخرى. وفي أقال فلاديمير زيلينسكي نائب رئيس مكتبه كيريل تيماشينكو والعديد من القادة الإقليميين والمدعين الإقليميين، فقد مسؤولون رفيع المستوى في الوزارات بما في ذلك وزارة الدفاع مناصبهم، كلهم متهمون بالاختلاس والاحتيال بأموال الميزانية. أما يدور الحديث يا شباب، 20-30 شخص فقط. هذه الخطة مدبرة منذ فترة طويلة قبل وصولهم إلى السلطة، طوال الأسابيع في هذه المصارف تم اختلاس هذه الأموال الغربية وتم تداولها عبر أوكرانيا، وبعد ذلك رجعت إلى بلدان مقصودة. وقد تحدثنا عن ذلك غير مرة، كيف رجال الأعمال يتاجرون أو يقومون بتجارة المجوهرات والتحف الأثرية، كانوا يعملون على اختلاس الأموال وغسل الأموال، وهم كانوا ينتظرون حزمة جديدة من الأموال. وبعد الأسبوع رئيس النخبة الأوكرانية انتظر كل هذه الأموال، وبعد ذلك ذهب وسافر إلى أوروبا. وطبعا في تلك الأوقات لم تكن مثل هذا الدمار. أما الآن نطاق هذا الدمار أكبر بكثير. ومع ذلك فإن فضيحة الفساد هذه، حيث تشارك 40-50 شخصا، لم تؤثر على خطة الولايات المتحدة لدعم نظام كييف في المسائل المالية والمصرفية، وسوف تستمر ولكن ربما تحت إشراف أوثق من قبل الأمريكان، مما يمنحهم نفوذا إضافيا على القيادة الأوكرانية التيعة بالفعل. وكل هذا يحدث إبان الانتخابات لجس النبض، وهذا يدل على أن فلاديمير زيلينسكي بالنسبة لواشنطن يظل مواليا. وشن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا هجوما آخر مناهضا لروسيا في مقالته الأخيرة لبوليتيكو، بدأ يتحدث عن دروس المفاوضات مع روسيا على غرار عملية مينسك. لم يقل شيء جديد، نفس الغوغائية ومحاولات اتهام بلادنا باللعب غير النزيه والتقليد الدبلوماسي وعدم الامتثال للالتزامات في ولكن كل هذا يدل على محض الهراء. فلماذا كل هذا، أو لماذا بوليتيكو لا تعتبر كخبر مزيف ينشر عبر السياسات؟ فينطرح السؤال لماذا. وفي تخميناته الموجزة حث كوليبا على منع تكرار أخطاء مينسك،
التي في رأيه يجب أن تكون مثالا على كيفية عدم التفاوض مع روسيا. في الوقت نفسه وهذا بعد المستشارة المانية السابقة قالت إن اتفاقية مينسك كانت إمكانية لاكتساب الوقت لنظام كييف بغية تقويته. فهذا على غرار تسليح أوكرانيا بالدبابات والمستشارين، وهم لا يشاركون في هذا الصراع بطبيعة الحال ولا يلتزمون باتفاقيات مينسك، فهم يتكلمون بصراحة عن عدم الوفاء بكل هذه الالتزامات والتعهدات، ومنذ شهر يتكلمون بطريقة أخرى. بالمناسبة في هذا المقال في الوقت نفسه أشار الوزير الأوكراني إلى أن أي اتفاق افتراضي أو محتمل مع موسكو سوف يكون له نتيجة واحدة فقط، حرب أكثر دموية. هذه الأقوال ليست أكثر من محاولة لقلب الوضع رأسا على عقب. مرة أخرى بود أن أذكركم بأن كييف كانت تتفاوض مع مينسك أو تتفاوض بشأن مينسك لمدة 8 سنوات ليس مع روسيا ولكن مع دونباس من خلال، فهذا كان مكتوبا من قبل الرئيس الأوكراني ونقل ذلك إلى الرئيس الآخر في أوكرانيا. خلال وساطة بلد ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هذا هو مكتوب في الوثائق، ولكن زيلينسكي.